السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كذا سؤال بيسأل لو أنا قدامي فرصة إن أنا أشتغل حاجة تانية غير الهندسة، أشتغل ولا لأ، أعمل شيفت كارير ولا لأ. سؤال تاني بيسأل لو أنا جاي لي فرصة عمل بره في السعودية أو في الإمارات أو في قطر، بس شغلانة تانية مختلفة عن المجال اللي أنا درسته، أروح ولا لأ؟ طيب الموضوع يخضع لكذا حاجة. أول حاجة، مستقبل الحاجة دي إيه؟ تمام، يعني لو أنت رايح تشتغل في حاجة ملهاش مستقبل، فلوسها حلوة دلوقتي بس ملهاش مستقبل. أعرف ناس كتير حصل لهم كده، إن مثلا في شركة قالت لإخواننا اللي عايز يشتغل في مجال الحصر، فدخل في مجال الحصر فحصر نفسه قوي في الحصر، اتحصر هناك. فدلوقتي بقت البرامج البيم بتعمل حصر أوتوماتيك، فما بقاش ليه أي قوة. هو لو كان شغال مهندس إنشائي وشغال في المجال بتاعه، الموضوع إيه بقى صعب شوية بقى، بدل ما الناس مرتبتها بتزيد بسرعة، لا هو المرتب بتاعه واقف لان هو الطلب عليه قليل شويه. في ناس مثلا تيجي تتعلم بترول، هل البترول ده كمان 5 سنين موجود، ولا هيكون ليه بدايل، ولا هيكون اختفى، ولا قرب اصلا يخلص اللي موجود في الخليج؟ لازم ادرس الموضوع. واحد مثلا راح يقدر يتخصص في موضوع السيول مثلا في السعوديه والامارات وقطر والحتت ديت، طيب هل لما ارجع مصر هل المجال ده موجود ولا لا؟ ما بقولش ارفض، بس فكر فيها. يعني انا عمري ما هفكر بدالك وعمري ما هديك القرار، بس انا بقول لك فكر فيها، هل لا ده ليه مستقبل ولا لا؟ تمام. طيب الحاجه دي المرتب بتاعها كويس وهتعمل علاقات ولا لا؟ هل انت بتحب الحاجه دي ولا لا؟ دي مهمه جدا. لو انت رايح في مجال بعيد عن اللي انت درسته بس انت هتبدا فيه، خلاص روح. لو انت حابب المجال ده، تخيل ان الهوايه اللي انت بتمارسها هي اللي بتجيب لك الدخل بتاعك. تمام، في يعني هي تعتبر هوايه. يعني تخيل ان لاعب الكوره ما بيحبش الكوره، ما بيحبش يلعب كوره، مجبر ان هو يلعب كوره عشان يجيله فلوس، هيبقى قاعد طول اليوم مخنوق حاسس ان هو شغل ومستني يخلص عشان يروح يصمم مبنى. يعني ده ممكن، في ناس بتحب حاجه انا ما بحبش كوره. انا قبل كده كنت قبل الكليه مكان كده قال لي تعالى اتدرب فيه، ففوجئت ان هو مكان بتاع العاب كمبيوتر، ومطلوب منك انك تلعب كمبيوتر بحيث انت تبقى فاهم اللعبه، اللي حد قدام حاجه تعمل له سبورت. طب انا ما بحبش العاب الفيديو، ده انا هبقى مخنوق الساعات بتاعت الشغل. تمام، لا دي انسب لواحد تاني. تمام، يعني هو لو قال لي صيانه، انا احب صيانه الكمبيوتر وافتح واقفل وادور على المشكله وافكر فيها، ده بالنسبه لي احسن من ان انا اقعد العب لعب كمبيوتر. تمام، فانت بتحب ايه؟ لو انت الحاجه دي انت بتحبها، خلاص اعمل شيفت كارير. انا اعرف واحد صاحبي كان مهندس معماري وفاتح محل جزم، وكان مبسوط جدا في محل جزم واعتبر دي شغلانته الاولانيه، ولو حصل تعارض لا محل جزم اولى. تمام، وده ما فيش مشكله خالص. واعرف مهندس انشائي يعني بيحب قوي ان هو يدرس اطفال، عامل تدريس اطفال دوت احسن بكتير من شغل الهندسه بالنسبه له، ما فيش اي مشكله خالص. المهم ان انت مستمتع باليوم بتاعك وحاسس ان انت مبسوط. يعني شفت كارير، ممكن تعمل شفت كارير مثلا وتشتغل في اي حاجه بس انت مبسوط فيها وحاسس ان دي انسب لك، خلاص. لا بس انا ضيعت كام سنه في الكليه، جميل جدا، بس اعتبر نفسك ركبت اتوبيس غلط ومشيت كام خطوه وبعد كده اكتشفت ان انت غلط، تكمل ولا تقف وترجع على الكام خطوه دول؟ فشفت كارير ما بيجيش من يوم وليله، لا لازم تدرس وتشوف الناس اللي راحوا الكارير ده مبسوطين فيه ولا لا، انت نفسك تبقى مبسوط فيه ولا لا، ممكن هم مبسوطين انت مش مبسوط حسب ميولك الشخصية ايه. طبعا انت ميولك عدوانية، انا عارف. المستقبل ليها قد ايه؟ يعني لو انت خلصت ورجعت بلدك، هتبقى ايه الموضوع؟ هل هتقدر تحوش منه فلوس ولا لا؟ ففكر وابدأ اكتب الكلام ده في ورقة، ولما تكتب الكلام في ورقة الكلام ده هيبقى احسن، لان ساعات الواحد مشاعره هي اللي بتقوده. ده هتكسب فلوس وبتاع، وتكسب فلوس فترة وبعد كده تلاقي المجال ده خلص، او الناس بتتطور عنك وانت لسه المرتب اللي انت خدته ده خلاص هو ده الثابت. ففكر فيها واسال الناس وابدا، كل حاله خاصه بنفسها. يعني اللي ممكن الفرصه اللي قدامك غير الفرصه اللي قدام واحد تاني، فلو قلت لك لا هو بالنسبه له ممكن تكون فانت انت فكر بنفسك كمستقبل، كان انت هتستفاد معلومات ولا لا، هل هو قريب من شغلك ولا لا، هل هتنسى اللي انت اتعلمته ولا لا، هل انت تبقى مبسوط ولا لا. وربنا يسر لكم الخير باذن الله. ما تنساش ان انت تصلي صلاه استخاره وتستشير الناس اللي سابوك في